أريد أن آكل كعكة الشوكولاتة. سوف ألبس قبعة الشيف حتى لا يسقط الشعر داخل الطعام. أوه، لا أرى شيئاً. لن أتحرك. كان سقوط قوي. حسناً، سأبدأ بتحضير المكونات لنرى ماذا نحتاج. أحتاج أولاً إلى 3 بيضات. إلى الثلاجة. ها هو البيض. نقانق. بيض، نقانق، بيض، نقانق. كم هي لذيذة. لقد نسيت البيض. ها هو. كدت أن أصل. حسناً. سأسقط. لقد تكسر جميع البيض. لا يهم، سوف أصنع الكعكة بدون البيض. لنرى. ها، سوف أحضر الطحين. إنه بعيد جدا. لماذا تضع هوتاتي هنا في الأعلى؟ لقد بقي القليل. حسناً، التالي هو الزبدة. في الثلاجة. ميسي فو، افتح الثلاجة ببطء حتى لا يقع شيئاً. ها هي. لقد سقطت الزبدة أيضاً. حسناً، لنرى كيف سأصنع الكعكة. الشوكولاتة هي أفضل مكون لدي. أحبها. كعكة وسقطت جميع المكونات. لا تقلق ميسي فو، سوف أنظفها. أبراكادابرا، يعود المطبخ نظيف. هكذا أفضل. هل ما زلت تريد كعكة الشوكولاتة؟ نعم. حسناً. أبراكادابرا، تظهر كعكة شوكولاتة لذيذة جدا. تبدو لذيذة. تبدو تماما مثل التي كنت أحاول صنعها. هيا لنأكل يا ميسي فو. هيا. تاتي، انظري كم هذه الزهرة جميلة. تبدو الكعكة لذيذة. تاتي، رائحتها أيضاً جميلة جداً. رائحتها شهية. ها، أتشي. ميسي فو. شهية. اشتركوا بالقناة. والآن نعود مرة أخرى إلى الشيف كوبر. لا 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 لا،
قلت لكم ألف مرة عليكم غسل يديكم أولا. حسنا حسنا شيف كوبر. إنه الأفضل. لا لا تلمسها. قلت لك لا تلمسها. لا البيض لا يفقس هكذا. إنهم غير محترفون إطلاقا. لا لا نقطع الجزر هكذا. لا 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 لا. ميسي فو أحتاج مساعدتك. حسنا. لا 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 نفعلها هكذا. يا حفيدتي الجميلة كم أصبحت كبيرة. مرحبا جدتي، سوف أتي لزيارتك قريبا وسأحضر لك مفاجأة. أنا متشوقة، لا تتأخري يا عزيزتي، أحب المفاجآت كثيرا. هل هي فراولة؟ إنها المفضلة لدي. كم هي ذكية جدتي، دائما تحذر مفاجآتي. لنرى. هكذا ستكون مقرمشة أكثر. لا يهم. والآن الطحين. هاتشو. لن أستطيع صنعها، أنا لست بارعة في الطبخ. ماذا تفعلين يا تاتي؟ أريد صنع كعكة لجدتي لكنني لا أستطيع. تاتي، أنا بارع جدا في الطبخ، لقد شاهدت جميع حلقات شيف كوبر، أستطيع مساعدتك. من فضلك. حسنا سوف أساعدك. شكرا ميسي فو، سيكون ذلك رائع. مرحبا يا رفاق، هل تريدون اللعب معنا؟ أعتذر منكم يا رفاق، أنا لا أستطيع، أريد أن أحضر كعكة لجدتي. أنا أريد أن أزور جدتي أيضاً، إذن سوف آتي لنحضر الكعكة سوية. حسناً ليلي، سوف تكون سعيدة جداً. أريد أن أصنع الكعكة معكم. ياي. جميعنا جاهزون يا ميسي فو. تاتي، هل تستطيعين تحويل مطبخنا إلى مطبخ شيف كوبر؟ سأكون سعيداً جداً أرجوكِ. بالطبع يا ميسي فو، أبرا كدبرا يتحول المطبخ إلى مطبخ شيف كوبر. واو. شيف كوبر سوف تساعدني. حسنا يا رفاق، هيا أحضر المكونات. حسنا ميسي فو، سأحتاج إلى البين. الطحين. أسرع أسرع. تاتي ماذا فعلتي؟ لا تقلق شيف كوبر، سوف أنظفك. سقطت بيضة. لا ليلي. انتبه يا سيد مومن. هل تعتقدون أن هذا مضحك؟ هل تعاملون الطعام هكذا؟ عليكم أن تكونوا حذرين أكثر. أنا آسفة يا ميسي فو. وأنا آسفة. أنا أعتذر. الفراولة تبدو رائعة. تعالي إلي أيتها الزبدة. إياك أن تسقطي. الشوكولاتة شهية جدا. يجب أن لا تفعل هذا. كل شيء جاهز ميسي فو. حسناً ابدأوا بالطبخ. لا لا لا، عليكم أن تغسلوا أيديكم أولاً. لا نبدأ بالطبخ ويدينا قذرين. لا. إنهم حقاً قذرون. هذا مثلث. لا لا لا، المطبخ ليس للعب. ما الذي حصل لميسي فو؟ إنه حقا غاضب. يبدو مثل ذاك الشيف ببرنامج الطبخ. حسنا لنصنع الكعكة. نبدأ أولا بالبيض. ممتع جدا. تاتى
جدي، لا يجب أن نفعل هذا. مسلٍ جداً. أوبس، أنا السيدة فراولة. هذا ممتع جداً يا رفاق. ميسيفو، إنها تثلج. لا، لا تفعلوا هذا في مطبخي. أنتم لا تجيدون الطبخ. لو كان شيف كوبر هنا لغضب كثيراً. ميسيفو، لا يعامل الأصدقاء بعضهم هكذا. لا نريد التعلم الآن. حسناً، أخرجوا من مطبخي الآن. أحب ميسيفو العصبي. وأنا أيضاً. لا يهم، سوف أصنعها بنفسي، لا أحتاجهم. أعتقد أنني بالغت قليلاً. لا ميسيفو، الشيف كوبر سوف يكون فخوراً بك. إنه الشيف كوبر، إنه الشيف كوبر. لقد كنت سيئاً. لا، لم أكن كذلك. هذا ليس ممتعاً بدونهم. سأذهب لأعتذر. انظروا، لقد أتى ميسيفو كوبر. أعتذر كثيراً، لم أتصرف معكم بشكل جيد. أردت أن أكون فقط مثل شيف كوبر، ولم أفكر بمشاعركم أبداً. أنا آسف جداً، سامحوني. لا عليك يا ميسيفو، هيا لنذهب ونصنع الكعكة سوية. ها، خذي يا ليلي. خذوا هذا. هل حقا سامحتوني؟ بالطبع يا ميسيفو، لا تقلق بشأن هذا. الكعكة جاهزة للفرن. جاهزة. رائحتها شهية. انظروا يا رفاق، تبدو شهية. لا أستطيع الانتظار. هيا لنأخذها لجدتي. لا تنسوا المشاركة. أوه، كم هذا جميل، جميل جدا. يا سلام، وقت الإفطار. تحتاج فقط بعض الأضواء. سوف أضع لافتة، لكن ماذا سوف أسميه؟ تريس تريس تراس. أوه، ما أجمله. أحببته أحببته. ما هذا الشعر؟ حسناً حسناً. لا يعجبني، سأجرب تسريحة أخرى. يو 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 يو. ولا هذا. كم أنا جميل. هيا للإفطار. تاتي، أنا جائع. تاتي. تاتي ليست هنا. غريب، سأبحث عنها بالخارج. والآن نضع الطحين. المطبخ مسل جدا. والآن البيض. أوبس، لم يحدث شيء. والآن نضع القليل من هذه وهذه أيضا. هذه هنا. أوه، تبدو لذيذة رغم أنني لا أعرف طعمها، لكن لا يهم،
والآن نخلط ونخلط ونخلط. الطبخ سهل جدا. مطعم تاتي. كم هذا رائع. ممتاز، أنا جائع جدا. أيها النادل، أيتها النادلة، زبوني الأول. يا سلام، أنا قادمة، أنا قادمة. صباح الخير سيد ميسيفو، ماذا تحب أن تأكل؟ تاتي، تبدين محترفة. أريد قطعتان من كعكة الشوكولاتة. سوف أحضرها في الحال سيد ميسيفو، سوف تعجبك كثيرا. لا 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 لا، هذا نجاح كبير، سوف تحبها كثيرا سيد ميسيفو. تبدو لذيذة وجميلة، أتمنى أن تعجبك. سوف آكلها. ماء 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 ماء، أريد ماء. لا أعلم ما الذي يحدث، سوف أجربها. إنها مروعة. هل وضعت ملحاً بدلاً من السكر؟ أنا آسفة ميسيفو، لون السكر والملح متشابه جداً. لا تقلق ميسيفو، سأحضر كعكة الليمون التي صنعتها، سوف تعجبك كعكة الليمون بالتأكيد. لا أريد، لا أريد. إلى الفرن، والآن أشغله. هذه الكعكات لميسيفو. تفضل ميسيفو، سوف ترى كم هذه الكعكات منعشة. رائحة الليمون. حار حار. حليب حليب. والآن ما الذي حصل؟ آسفة ميسيفو، أعتقد أنني وضعت به شيئاً حار. تاتي، لقد بدوت مثل التنين. تشو تشو. لا تقلق ميسيفو، سوف أحضر الآن الكعكة التي وضعتها بالفرن، ستكون لذيذة بالتأكيد. توقفي. لا تقلق ميسيفو، سوف أحضرها الآن. مرحباً يا رفاق. يا للمساكين. تأخرت تاتي، سوف أذهب لأرى ماذا يحصل. تاتي، ماذا يحصل؟ لقد احترقت الكعكات. والآن جميع أصدقائنا بالخارج، وليس لدي أي شيء لأقدمه لهم. اهدئي تاتي، سوف أساعدك، أعطيني قبعة الشيف. شكراً ميسيفو. لنبدأ بالتحضير. نزينهم، والآن إلى الفرن. ما أجملها. يا رفاق، ما هي طلباتكم؟ أريد الجوز بالليمون بصلصة الفستق. أريد التي تحتوي على الجزر السحري. حسناً حسناً، سوف أحضرهم الآن. ما هي الطلبات تاتي؟ كعكة الشوكولاتة بالفراولة والتوت البري،
حسناً، ها هي، وواحد جوز بالليمون بزبدة الفستق. ممتاز. وواحدة بالجزر السحري. خيار موفق، أنا متأكد أنها لسيد مومن. ها هم كعكاتكم يا رفاق. كعكة الجزر السحري لك. واو، الجوز بالليمون وزبدة الفستق لسيد أوغرو. تبدو لذيذة. ولأختي الصغيرة ليلي كعكة الشوكولاتة بالفراولة والتوت البري. هيا دادي لنتناول كعكاتنا أيضاً. شكراً ميسيفو، أنت أفضل صديق على الإطلاق. وأنت أيضاً. لذيذة، أعلم ذلك. اشتركوا بالقناة واضغطوا الإعجاب.